مانشستر يسهر بالرفع دا سيلفا في متابعة دفاعية فان بيرسي الهولندية، وفي النهاية لويس ناني يفتك الكرة الفران وراموس بالنيران يكتوي ريال مدريد في هذه اللحظات. سيناريو مخيف، كرة انجليزية سريعة والصعبة على الفرقة الملكية الإسبانية، والبداية نارية للكتيبة الإنجليزية منذ البداية. مشاهدينا الكرام، ثلاثة دقائق لعب وأليكس فيرغسون بالفرقة الكبيرة وجوزي مورينيو بالنيران الصديق. كرات لرونالدو، رونالدو مودريتش على يساره تشابي ألونسو، يرجع لمودريتش اللي يراوغ ويصاب جول 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 جول. يلعب يا الريال، سجل يا بدر الابطال الليله انت رويال رويال. شيء كبير للكرواتي المثير لوكا مودريتش، يمينيه كرواتيه مثالية وذهبية بلونك الأبيض وبلونك الأخضر في هذه اللحظات. تسحر الفرقة الملكية مشاهدينا الكرام الإسبانية، تحييكم وتمسي عليكم بأجمل سمفونية بحضور الجماهير الإنجليزية. قلب مشاهدينا الكرام سيعاني مانشستر يونايتد بخروج ناني بعشرة لاعبين بلغة التاريخ بالعراقة والمجد والجماهيرية. ريال مدريد سلطان اللعبة الشعبية في مركز الظهير الأيمن لوكا مودريتش، وكرة لجونزالو إيغوين وموزيل إيغوين ويوسع الألمانية ورونالدو في المتابعة الهجومية في ريال مدريد. مشاهدينا الكرام، رونالدو هو الحل، هو الكل في الكل. الأقدام البرتغالية تمزق الشباك الإنجليزية، ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد، يقلب الطاولة بفرحة باطنية للداهية مورينيو. علمه الفارس أليكس فيرغسون أصول الكرة ليصح عليه، علمته الرماية فلما اشتد ساعده الرماني كريستيانو رونالدو وتركني وعاد.